أهون من أن ينال من عظمة الله. 10 أخطاء فادحة ظهرت للرسالة لم ينتبه لها أحد منكم. 3 ساعات تقريبا يمضيها كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتابع أكبر عمل فني مبتكر يحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه فيلم الرسالة الذي تفتحت عيوننا على تفاصيله منذ نعومة أظفارنا. بدأ العمل بإعداده في المغرب ثم أكمله في ليبيا، ومما يلفت الانتباه رفضه من قبل رابطة العالم الإسلامي في السعودية والتي كانت ممثلة بكبار العلماء من مختلف بلاد الإسلام، وموافقة فقط الأزهر في مصر والمجلس الشيعي في لبنان، كلاهما معا على السيناريو الذي كتبه توفيق الحكيم وغيره من العرب. وقد توافق الجميع على ضرورة إخفاء صورة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وصوته وظله في الفيلم. وقد بلغت كلفة إنتاج الفيلم بالنسخة العربية والإنجليزية 10 مليون دولار، وترجم إلى أكثر من 12 لغة عالمية. ومع شدة المعارضة لعرضه في العالم العربي ابتداء، تم العرض الأول له في مدينة لندن، وقد اعترض على العرض عدد من الجماعات والمراكز الإسلامية هناك، مما اضطر المخرج إلى تحويل اسمه الذي كان في البداية محمد رسول الله إلى فيلم الرسالة The Message. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. الخطأ الأول. نلاحظ في هذا الخطأ في غزوة أحد عند الحادثة الشهيرة عندما ترك المسلمون سفح الجبل، وعندها تقدم خالد بن الوليد مع أبا سفيان. نلاحظ هنا لا وجود لأي شخص أو جثة ملقاة على الأرض، فالأرض خاوية، ولكن عند استدارة الكاميرا نلاحظ وجود العديد من الجثث الملقاة على الأرض. مع العلم هنا لم تبدأ المعركة ولم يحدث شجار بعد، فكيف لتلك الجثث الملقاة على الأرض؟ فعلا خطأ غريب. الخطأ الثاني. مقتل أبو جهل، والذي جاء في الفيلم أنه قتل برمح من مجهول، ولكن الحقيقة أنه قتل على يد غلامين من الصحابة، وهو معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عفراء، وذلك قصاصا منه لسبه النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثالث. ورد في الفيلم أن هند بن عتبة رضي الله عنها أكلت كبد حمزة رضي الله عنه تشويها لصورتها، وهذا غير صحيح، فهذا مأخوذ عن الطبرسي، ولم يثبت عند أهل السنة أنها أكلت كبد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، والأحاديث الواردة كلها في هذه النقطة محكوم عليها بالضعف، سواء خلل في السند أو المتن. نلاحظ هنا وفي وقت صلح الحديبية عندما ذهب خالد بن الوليد لاستفزاز المسلمين، وفي لقطة هيجان الحصان نلاحظ هنا أن الرجل موجود فوق الحصان ليس خالد، وإنما رجل آخر، ربما هو ممثل بديل. وليس هذا فقط، بل لاحظوا معي أن الحذاء الذي يلبسه هو حذاء جدي حديث ذو كعب. الخطأ الخامس. نلاحظ في هذا الخطأ هنا وأثناء وفاة عائلة هند على يد حمزة عم رسولنا الكريم، قررت هند الانتقام لموتهم بقتل حمزة، وكان ذلك عن طريق الاستعانة بالوحشي، حيث أنه في ليلة الاستعداد لغزوة أحد وفي ليلة الوليمة التي قام بها قادة قريش، لاحظت هند الوحشية حينما قام بإدخال الرمح مباشرة داخل الحلقة الموجودة فوق رأس الراقصة. هذا ما اعتقدناه، لكن لاحظوا معي بالعرض البطيء. نلاحظ أن الرمح قد مر من خلف الراقصة ولم يدخل داخل الحلقة. الخطأ السادس. نلاحظ هنا وفي معركة بدر أن وجه الفنان أحمد مرعي به لحية خفيفة، وفي نفس اللقطة وبعد استدارة الكاميرا نلاحظ اختفاء لحيته، وأيضا تغير الأشخاص الموجودين خلفه، وهذا دليل أن المشهد قد صور أكثر من مرة، ربما لأيام، نتيجة هذا العمل الضخم. شاهدوا معي قبل وبعد.
الخطأ السابع. نلاحظ هنا وفي معركة بدر وأثناء مقابلة فرسان المسلمين ضد المشركين، نلاحظ هذا الخطأ الغريب والذي هو عبارة عن الظل. نعم، نلاحظ هنا أن الظل في جيش المسلمين وراء الفرسان، يعني أن الشمس أمامهم، ولكن عندما نذهب إلى المشركين نلاحظ أن الظل أيضا وراء المشركين، فكيف لفريقين متقابلان لهما نفس الظل مع أن كل فريق يقابل الآخر؟ فعلا خطأ غريب. الخطأ الثامن. نلاحظ هنا وأثناء شجار عبيدة وشيبة، حيث أنه بعد سقوط السيف من يد شيبة قام بنشل الخنجر وضرب به عبيدة، ونلاحظ هنا أن الخنجر موجود بيده، وفي نفس اللحظة نجد أن الخنجر مغروز في ظهر عبيدة، فكيف ذلك؟ الخطأ التاسع. نلاحظ هنا وعند إصدار حمزة الأمر لرماة السهام بالرمي، نلاحظ أن الظل أمامهم، ودليل على أن الشمس وراءهم، فكيف في نفس اللحظة نلاحظ أن الظل من خلفهم؟ فكيف لهذا الخطأ الغريب؟ الخطأ العاشر والأخير. نلاحظ في هذا الخطأ وفي معركة بدر أثناء قتل بلال لأمية، حيث نلاحظ هنا أن وجه أمية ليس به أي جرح بعد، وقتل بلال أمية قتله بضربة واحدة وكانت بغرس سيفه في صدره، وفي لحظة ظهر الدم في وجه أمية، فكيف ذلك؟ وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم.